لازم يتربى، لازم يوقف عند حده. انت المخطئ يا فريد، كيف بتسمح له يهينك؟ انا؟ ومين قال لك يا بابا اني انا سمحت له يهيني؟ ها مين قال لك؟ هني بدون ما يعطيني خبر، هني بدون ما انتبه. وحياة شرفك يا بابا، وحياة شرفك. لما هني انا كنت داير ظهري. على كل ما تخاف على ابنك فريد، هلا هو عم بكون بياكل ضرب وانا مستني النتيجه، حيتربى. ها يمكن هو. قوم يا بابا افتح الباب، قوم افتح الباب يا بابا. يا رب. مين؟ ابو العبد. اهلا وسهلا. اهلا فيك يا بك. تفضل ابو العبد. كيفك يا بك؟ الله يخليك. كيف صحتك يا بك؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوط يا بك. بوجودك ابو العبد، تفضل. اه دستور. اهلا وسهلا. وينو المحروس؟ أهلاً ابو العبد. أهلاً, اهلا يا بك. اهلا. كيفك فريد؟ كيف صحتك؟ تفضل يا بك. اهلا. تفضل يا ابو العبد. وحياتك يا بك، بيطلك وجهك. تفضل ابو العبد، تفضل. تشكر. خبرني يا ابو العبد، شو عملت؟ بكره بتقرا بالجرايد بشهر ما راح يقوم من الفرشه. كرسحته. كرسحته؟ مين هو اللي كرسحته؟ ولو ابنه لابو سليم، سليم اللي بعتني عليه فريد بيك. يعني يا ابو العبد قمت بالمهمه تمام. وبحبحتها كمان. ولو ما اسمه الا ابوك صاحبنا، ما من كرمك شوي. بحبحتها؟ طبعا. كيف يا بحبحتها؟ ايه ما قلت لي روح لعند ابنه لابو سليم سليم واعمل له قضيبين؟ ايه عملتهم 10 وحياتك. اسلموا اسلموا يا ابو العبد. هيك هيك اسلموا. قوم يا بابا قوم. يا ستار يا رب. مين؟ أنا أبو سليم. وين ابنك فريد؟ موجود. شو بتريد منه؟ بدي أحرمك إياه، بدي خليك تترحم على روحه. على مالك يا زلمة، على مالك؟ وين هيدا؟ شو القصة؟ شو عامل؟ احميني يا أبو العبد، هو احميني. بيعرف شو عامل، اسأله. شو عامل يا فريد؟ ما عامل شيء. أيوة مو عامل شيء يا أخي. وعم تنكر كمان؟ اسمع احفظ كلامك. ها ابني فريد متربي تربية عالية، تربية زوات، ما بيكذب. ما بيكذب؟ طيب انا بدي اسأله سؤال وخليه يصدق. اتفضل سأله. اسأل. تفضل. انت اليوم الساعة 7 الصبح وين كنت؟ كنت في القهوة. ها وشو عم تعمل بالقهوة؟ شو بده يعمل بالقهوة؟ قاعد طبعا بالقهوة. يه 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 قاعد بالقهوة عم يتسلى هو رفقاته. مظبوط. ومين رفقاته؟ محمد وعلي وكميل وابنك سليم. وبشو كنت عم تتسلوا؟ كنا بنتسلى بلوف مكشوف. بلوف مكشوف؟ شو هو البلوف المكشوف؟ لا بسيطة يا بيك، بسيطة. لعبة قمار بس وينك بشرفي، بتطول حتى تخرب البيت. طيب وقديش خسرت بهاللعبة؟ خسرت 500 ليرة. شو؟ قديش خسرت؟ 500 ليرة. لا بسيطة يا بيك ولا، و500 ليرة شو؟ بسلمة راسك يا. ال 500 ليرة اللي بعدتك تدفعهم ل... ايه بابا بسيطة بسيطة. تفضل كمل تفضل. ومين اللي ربحهم منك؟ ابنك سليم. الله يخرب بيته. شو؟ سلامتك سلامتك يا ابو سليم. تفضل تفضل كمل تفضل. شو بدي كمل؟ حضرة ابنك سب ابني، قام ابني هين. ايوه هينو بدون ما ينتبه. هنو وهو دير ظهره، هنو غدروا يعني غدروا. ايه مزبوط، بدون ما انتبه. مزبوط. قام ابنك يا سيدي لطالوا حد البيت، قشطوا المصريات وضرب. لا لا هاي ما عملتها، لا ما عملتها ابدا. ما عملتها؟ انت كذاب. لا 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 لا.
فريد بيك ما بيكذب وانا بثبت لك انه مش كذاب. نعم كيف؟ ها رح اثبت لك. تفضل فريد بيك. نعم. انت لطيت لابنه لابو سليم سليم تحت السلم شيء؟ لا. كنت ملتم شيء؟ لا. كان معك خيزرانة مثل هيدي شيء؟ لا. شفت؟ هاي فريد بيك ما معه خبر. ما معه خبر؟ لا هو اللي معه خبر، وانا جاي اليوم لهون حتى لي ربي لانه اهله ما عم يربوه. شو؟ على مهلك يا زلمه، على مهلك. احميه يا ابو العبد، احميه يا ابو العبد. لا 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 احميه، لا حبيبي لا. ايه يا ابو العبد، هيديك الاتفاقيه خلصت، هلا في اتفاقيه جديده. بامرك ابو العبد، بامرك. الف ليره. حاضر يا ابو العبد، بس احميه للولد. حاضر. يلا يا ابو العبد، يلا شوف شغلك. ها فريد بيك، بعدت اشوف. يا ابو سليم ارجيني عرض كتفك. بس يا ابو العبد. وعم ترد بوجهي كمان؟ بس هو اللي اعتدى على ابني. لك يا ابو سليم، اذا بتحكي كلمة تانية ما بتكون مبسوط. ها شو بدي كمل؟ حضرة ابنك سب ابني، قام ابني هين. ايوه هنو بدون ما ينتبه، هنو وهو دير ظهره، هنو غدروا يعني غدروا. ايه مزبوط، بدون ما انتبه. مزبوط. قام ابنك يا سيدي لطالوا حد البيت، قشط المصريات وضرب. لا لا هاي ما عملتها، لا ما عملتها ابدا. ما عملتها؟ انت كذاب. لا 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 فريد بيك ما بيكذب وانا بثبت لك انه مش كذاب. نعم كيف؟ ها رح اثبت لك. تفضل فريد بيك. نعم. انت لطيت لابنه لابو سليم سليم تحت السلم شيء؟ لا. كنت ملتم شيء؟ لا. كان معك خيزرانة مثل هيدي شيء؟ لا. شفت؟ هاي فريد بيك ما معه خبر. ما معه خبر؟ لا هو اللي معه خبر، وانا جاي اليوم لهون حتى لي ربي لانه اهله ما عم يربوه. شو؟ على مهلك يا زلمه، على مهلك. احميه يا ابو العبد، احميه يا ابو العبد. لا 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 احميه، لا حبيبي لا. ايه يا ابو العبد، هيديك الاتفاقيه خلصت، هلا في اتفاقيه جديده. بامرك ابو العبد، بامرك. الف ليره. حاضر يا ابو العبد، بس احميه للولد. حاضر. يلا يا ابو العبد، يلا شوف شغلك. ها فريد بيك، بعدت اشوف. يا ابو سليم ارجيني عرض كتفك. بس يا ابو العبد. وعم ترد بوجهي كمان؟ بس هو اللي اعتدى على ابني. لك يا ابو سليم، اذا بتحكي كلمة تانية ما بتكون مبسوط. ها طيب والخمسمية ليرة يا ابو سليم؟ الا زودت يا ابو سليم. أجيني هذا كيفك لشوف، أجيني هذا كيفك لشوف. كيف شفت؟ اسلموا على دين، يسلموا يا أبو العبد، يسلموا. هيك رجال ولا بلاش؟ يلا تنشوف، هات تنشوف. ادفع ادفع يا بابا، ادفع له، ادفع له. نعم شو؟ ادفع له. شو بدي ادفع؟ منين بدي ادفع؟ شو؟ لا 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 يا ابو العبد، بامرك. حاضر فعل. رح ادفع لك يا ابو العبد. ممكن تتفضل معي على المكتب جوا؟ حاضر. تفضل قدمي تشوف. تفضل تفضل يا ابو العبد. يلا ها خاطرك فريد بيك. مع السلامه يا ابو العبد. ايوه هيك.